خلال الحرب العالمية الثانية استخدم جزيرة كونوشيما اليابانية الأرانب في تجارب الأسلحة الكيميائية، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ودخل الطرفان في حالة من السلم، حاول العلماء إخراج الأرانب من أقفاص المختبر إلى البراري، لكنهم فشلوا في السيطرة عليها، خاصة وأنها تكاثرت بشكل أكبر من المتوقع. حاليا أصبح عدد الأرانب يفوق عدد السكان الأصليين للجزيرة، وهذا الأمر انقلب إيجابيا على الجزيرة وجعلها قبلة سياحية للعديد من السياح الزائرين لليابان. وازدهرت الجزيرة بالفنادق الحديثة والملاعب والخدمة الخمسة نجوم في الآونة الأخيرة. وصور في هذا الموضوع نسلط الضوء على بعض جوانب جزيرة الأرانب في اليابان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لقناة متابعنا.